بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن سنن قيام الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. أفضل عدد لصلاة الليل 11 ركعة أو 13 ركعة مع طول قيام، لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة وكانت تلك صلاته. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. وفي رواية أخرى يصلي بالليل 13 ركعة، وهذه هذا الراوي الإمام البخاري. السنة الثانية يسن له إذا قام للصلاة الليل أن يتسوق وأن يقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران من قوله حتى يختم السورة. السنة الثالثة يسن له أن يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقائك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق. هذا الدعاء. ومن السنن أيضا ابتداء الصلاة الليل بركعتين خفيفتين، وذلك ولذلك حتى ينشط المسلم بهما جسمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. السنة الخامسة ويسن كذلك أن يفتح الصلاة الليل بدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أهديني لما اختلف فيه من الحق، بإذنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وسن تطويل الصلاة الليل. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي صلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. وهذا الحديث رواه مسلم. والمراد بالقنوت هنا القيام. السنة السابعة ويسن التعوذ عند آية العذاب بأن يقول المسلم: أعوذ بالله من عذاب الله. وسؤال الرحمة، سؤال الله سبحانه وتعالى بالرحمة عند آية الرحمة بأن يقول: اللهم أنا أسألك من فضلك. وتسبيح الله عند آية تنزيه الله: والله أعلم.